تمكنت أجهزة الأمن في محافظة لحج جنوبي اليمن مؤخراً على القبض على عصابة تهريب أفارقة بمساندة قوة مدعومة من الحزام الأمني أثناء محاولة تهريب نحو 200 من المهاجرين بينهم 30 امرأة إلى الدول المجاورة باستخدام سيارات دفع رباعية، وجاء ذلك من خلال مداهمة لمزرعة توجد شمالي شرقي مديرية تبن بلحج. الجمال الأفريقي هم يهربونهم أخواننا من رأس العارة إلى محافظة عبيان. اللي قبضنا عليهم هو 175 فرد أثيوبيين، وودوهم إلى بعد استلموهم بعد من أبيان إلى شبوة وإلى البيضة الرداع، واستخدموا منهم ممكن مقاتلين لأنهم في سن واحد. مش معقول هذا لأنهم يروحوا عمال، هذا لا أكيد منهم من يستخدمون في القتال، منهم من يستخدمون في عمل، منهم في لهم عدة أشياء. عندهم كل مجموعة بتكون عندهم عدة نساء، بكل مجموعة تتهرب بتكون عندهم مثل 30 نفر 40 نفر، عندهم 4-5 حريم هكذا. فنحن مسكناهم هناك، عندهم مكان بالخبت في مزارع، كان عددهم هائل وكبير، وتواصلنا أخواننا التحالف تواصلنا، لأن عندنا احنا قلنا لهم إمكانيتنا لا تسمح ولا نقدر أن نوفر لهم المأوى ولا الأكل ولا الماء ولا الشرب، لأن إمكانيتنا صفر. دعم لسه من دعمة محافظة لحج، معنا الدعم هي أطقم الحزام الأمني فقط اللي بنشتغل فيها، حتى الأمن السيارة مش موجودة، سيارات الأمن عدن دعمت، أبين دعمت، كل ألا لحج. واحتجزت الجهات الأمنية الأفارقة في مبنى الشرطة العام بالحوطة بعد ورود معلومات كافية تفيد بأنهم يستخدمون كمقاتلين لدى الحوثيين، وتم التواصل مع الجهات المعنية بهم ومرافقتهم إلى المكان المحدد لهم. فأرجو أن ينظروا إلى محافظة لحج، ومحافظة لحج هي المنطقة المحررة، هي المنطقة المحررة من العفاشيين، وهي المنطقة الآمنة بالمناطق المحررة. طلعت على مستوى المناطق المحررة هي أفضل محافظة مأمنة، بالرغم شحة الإمكانيات والظروف اللي نعانيها، ونحن بنعمل عبر إمكانيتنا البسيطة بالفعل، بكرسي مكسور بنرقع بنصلح بنضبط، أهم شيء نمشي عمل. يذكر أن الكثير من شبكات مهربي الأفارقة تنشط في سواحل لحج بالرغم من الإجراءات الأمنية التي تتخذ بحقهم من قبل السلطات، والتي تهدف إلى وقف عمليات التهريب.